من قاعة الفنون فينوس نقل لكم اليوم معرضاً للرسم الزيتي بريشة الفنانة مجلة أشكان. هذا المعرض يحمل عنوان زمن إسطنبول، لنتابع معاً. تعكس لوحات الفنانة التشكيلية التركية مجلة أشكان مراحل مهمة مرت بها مدينة إسطنبول بسحرها وعبق تاريخها الشرقي العربي الذي ازدوج بحداثة الغرب، وقد ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي. أطلقت على معرضها اسم زمان إسطنبول، وعن معرضها تحدثت إلينا قائلة: اخترت أن تكون مدينة إسطنبول هي محور معرض الفني. كل زاوية وركن في هذه المدينة يحمل ذكريات جميلة ومهمة في حياتي، فمدينة إسطنبول ملهمة لكل فنان، ولقد بذلت كل جهدي لأبرز هذا الجمال والسحر من خلال لوحات الفنية. تأخذنا خطى الذاكرة مع الفنانة مجلة أشكان بين شوارع وأزقة مدينة إسطنبول، لنستعيد في ليلها الماطر برودة الشتاء وحيوية الحياة في مدينة صاخبة متراصة بالعمران، وبمهرجان إضاءات السيارات والمحلات ومظلات المشاة هنا وهناك، ومنها إلى نهارات المدينة وإيقاعها الديناميكي وأحيائها الشعبية والقديمة. وحسب تعبير مجلة أشكان، فكل زاوية أو ركن من هذه المدينة يمثل لها ذكرى من ذكريات الطفولة والشباب. فبريشتها وإحساسها شكلت الفنانة مجلة أشكان، معتمدة على خبرتها في هندسة العمارة، مدينة متوازية لتعيد عبر ما اختزنته ذاكرتها تركيب عماراتها وتفاصيل شوارعها. تعكس لوحاتها أسلوبها الانطباعي في الرسم، حيث تبدو الملامح العامة للأبنية والشوارع واضحة كل الوضوح، ما يضيف لجمالية عناصر لوحات الفنانة مجلة أشكان العمق والمهارة في معالجة الألوان وتناغمها بكل حيوية، وفي مقدمتها اللون الأبيض الذي استخدمته للإيحاء إلى الثلج وماء المطر.